السلام عليكم. سنبدأ الآن بحل نموذج من اختبار في اللغة العربية. نبدأ على بركة الله. التمرين الأول: أكون كلمات مستعينا بالصور. لدينا حروف ري ط ما ي تن. ننظر إلى الشكل ونرتب الحروف كي نتحصل على كلمة. الأولى أحسنتم، مطرية. أحسنتم، مطرية. الشكل الثاني، ننظر إلى الشكل والحروف. لدينا ما ح من. أحسنتم، حمام. حمام. الشكل الثاني، ننظر إلى الشكل ولدينا الحروف بن دو. تصبح دب. أحسنتم، دب. دب. الشكل الأخير، لدينا تن بي. بنت. أحسنتم، بنت. بنت. نراجع: مطرية، حمام، دب، بنت. التمرين الثاني: أرتب الكلمات لأكون جملة مفيدة. لدينا التلاميذ، بألوان، ثيابا، العلم، الثلاثة، ارتدى. نبدأ الترتيب. أول كلمة هي جيد. ارتدى، ارتدى، ارتدى. ثانيا، أحسنتم، التلاميذ. ارتدى التلاميذ. بعدها، أحسنتم، ثيابا، ثيابا، ثيابا. ارتدى التلاميذ ثيابا. ثم، أحسنتم، بألوان، بألوان. بعدها، بألوان. أحسنتم، العلم، العلم. ارتدى التلاميذ ثياب بالألوان العلم. أخيرا، جيد، الثلاثة، الثلاثة. نعيد قراءة الجملة: ارتدى التلاميذ ثيابا بألوان العلم الثلاثة. التمرين الأخير: اربط بالمناسب. لدينا أربعة أشكال، ولدينا هذا، هذه. نقرأ الشكل الأول: هذه محفظة، إذن مؤنث نربطها مع هذه، تصبح هذه محفظة، هذه محفظة. الشكل الثاني: حصان. أحسنتم، مذكر نربطه مع هذا، يصبح هذا حصان، هذا حصان. ثالثا: زهرة أو وردة. زهرة مؤنث نربطها مع، أحسنتم، هذه، تصبح هذه زهرة، هذه زهرة. الشكل الأخير: رضيع. أحسنتم، طفل أو رضيع مذكر، إذا طفل أو رضيع مذكر نربطه مع، جيد، هذا، هذا رضيع. نراجع: هذه محفظة، هذا حصان، هذا رضيع، هذه زهرة. وهكذا نكون قد انتهينا من حل الاختبار. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد إن شاء الله، والسلام عليكم.